زيد ينضم إلينا من مدينة غزة، مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام، لنبدأ بهذا الخبر العاجل وتفاصيله إن وجدت. نعم، هو استهداف جديد لمركز إيواء مكتظ، ونحن لا نتحدث هنا عن مركز واحد، نتحدث عن حوالي 10 مدارس باتجاهين، في مدارس الفالوجة التابعة للأونروا، مدرسة فلسطين الفوقة، ومدارس الأخرى المجاورة لبركة أبو راشد، هي مدارس سلسلة مدارس متراصة بجانبها. طائرات كواد كابتر إسرائيلية وفق الدفاع المدني قامت بإطلاق الرصاص، وحتى ألقت قنابل، هذه الطائرات المسيرة مزودة أيضا بإمكانية إلقاء قنابل حارقة على ساحة المدرسة، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين المتواجدين في هذه المدارس. طبعا هذه المدارس مقصوفة سابقا، وجيش الاحتلال توغل في المناطق الموجودة فيها أكثر من مرة ودمرها، وأيضا وبالتالي الناس يتواجدون إما في المناطق في الغرف الصفية التي هي عبارة عن ركام، أو يضعون خيام من النايلون أو القماش في الساحة. طائرات كواد كابتر تستهدف هذه الخيام وبالتالي تحرق الناس وهم فيها، ويكون الهروب من هذه الطائرات صعب للغاية. نفس السيناريو حصل قبل يومين في مركز إيواء اليمن السعيد، ليس بعيدا عن هذه المنطقة لكن من الناحية الأخرى في مخيم جباليا عند شارع الهوجة، وأدى ذلك إلى استشهاد 17 فلسطينيا. وبالتالي من المرجح أن تكون الإحصائية فيها عدد من الشهداء، لأن الاستهداف مستنسخ من الاستهداف السابق بنفس الآلية ونفس الشكل ونفس الهدف تقريبا، وبالتالي يمكن أن ترتفع الحصيلة خلال الدقائق القادمة. طبعا ترتفع بطبيعة الحال ليس فقط لأن الاستهداف قاتل، لكن لأن من يصل من الجرحى أيضا إلى المستشفيات تقريبا يواجهون صعوبة بالغة، الطواقم الطبية تواجه صعوبة بالغة في عملية الإنقاذ، ومن يصل وجراحه خطيرة يعني سيكون مصيره صعب للغاية مع الانهيار الذي أصاب المنظومة الصحية. بطبيعة الحال هذا الحدث جاء بعد جملة من الأحداث الأخرى في مخيم جباليا، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مكان، ولكن خارج جباليا قبل قليل تم استهداف منزل لعائلة الداية، هناك عدد من الشهداء، وصلت 3 جثامين إلى مستشفى المعمداني، وهناك آخرين مفقودين تحت الأنقاض يتم العمل على انتشالهم. الحدث في حي الصبرة إلى الجنوب من مدينة غزة. نعم إسلام، أود أن أسألك الآن عن طبيعة العمليات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تجري في شمال القطاع، ما يحكى عن ما يسمى بخطة الجنرالات، الحصار، التهجير، ما الذي يجري؟ يعني كيف نفهم طبيعة التحركات العسكرية التي تجري الآن في الشمال؟ هل فعلا هي تعمل على تطبيق الخطة التي تسمى بخطة الجنرالات؟ نعم رولا، دعيني أبدأ بالإجابة من خلال محاولة رسم محاور التقدم. ما الذي يجري في جباليا؟ الذي جرى أنه قبل 7 أيام عصرا في مثل هذا التوقيت بدأت غارات جوية عنيفة وعلى شكل أحزمة نارية على محورين في جباليا، محور شرقي ومحور غربي، ثم بعد ذلك فجر اليوم التالي بدأت عملية التوغل الإسرائيلي من المناطق التي تم استهدافها في الليلة السابقة في الساعات الماضية قبل أسبوع. بطبيعة الحال التوغل من محورين، المحور الشرقي من ناحية شارع صلاح الدين، الإدارة المدنية، بلوك 1 و2، القصاصيب، وصولا إلى المنطقة التي تتمركز فيها الآليات الإسرائيلية في حي القصاصيب وحتى أطراف بركة الفالوجة. المحور الثاني هو محور شمال غرب، انطلقت من زكيم بشكل مجاور للشاطئ وصولا إلى التوام العمودي، وصولا إلى منطقة بيتنا وبئر النعجة غرب مخيم جباليا. بناء على هذين التحركين نستطيع القول إن جيش الاحتلال قام بتطويق جباليا على شكل كماشة. أبقى منطقة واحدة مفتوحة خلال اليومين أو الثلاثة الأولى، وهي منطقة الجنوب باتجاه جباليا البلد، ولكن بعد ذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية منع إمكانية التدخل أو الخروج أو الدخول إلى جباليا من هذه النواحي. بطبيعة الحال الجهة الباقية هي الجهة الشمالية، هي جهة حدودية فيها مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي مغلقة من حيث المبدأ. هذا التطويق الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري بالنار وبالآليات على حد سواء، لكن عمليا ما الذي يجري داخل المخيم؟ هذا هو السؤال. ما يفعله جيش الاحتلال مختلف تماما عما جرى في المرتين السابقتين، هو لا يقوم بعمليات عسكرية بالمعنى العملياتي العسكري، لا يقوم بتفتيش منازل، لا يقوم بعمليات تجريف مركزة، لا يقوم بمداهمة مواقع، هو يتمركز في المناطق التي يتمركز فيها، وبالتالي من الواضح أنه معني بأمرين اثنين على الأقل وفق ما هو يجري على الأرض. الأمر الأول هو تشديد الحصار على
جباليا. المسألة الثانية هي خلق منطقة مدمرة بالكامل، خصوصا المنطقة الشمالية الغربية، لأنه منذ أمس من العمود غربا إلى حي الصفطاوي المدخل الغربي لجباليا يقوم بعمليات نسف كبيرة لمنازل المواطنين حتى وصلت إلى حي الصفطاوي، وهو حي خارج منطقة المنطقة التي من المفترض وفق الأوامر الإسرائيلية إخلاءها. ولكن هل هذا يعني أن ما يفعله مطابق لخطة الجنرالات التي لم تعتمد رسميا ولا يوجد أي مصدر رسمي بالحديث عنها؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مصدر رسمي إسرائيلي صرح بهذا الموضوع، هي تكهنات وردت اليوم في يدعوت أحرنوت. ولكن الأكيد وفق النقل عن المصادر الإسرائيلية أن هذه العملية ستستمر أسابيع، هكذا يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهكذا دون في أوامر الإخلاء التي قال للمواطنين إن عليكم الإخلاء إلى جنوب قطاع غزة لأن هذه العملية ستستمر عدة أسابيع. لكن الحجر الزاوية في كل ما يجري، وبغض النظر عن مخططات جيش الاحتلال التي تجري الآن أو التي يسعى إليها، هي أن قدرة الجيش الإسرائيلي على إخلاء جباليا باءت بالفشل. في المرتين الماضيتين حركة النزوح كانت أكبر مما هي عليه المرة الثالثة هذه المرة. عدد السكان الذين بقوا في جباليا رولا أكبر من عدد السكان الذين بقوا فيها مقارنة بشهر مايو منتصف العام وشهر نوفمبر وديسمبر العام الماضي في العمليتين الأولى والثانية. هذا تماما يتعارض بشكل مطلق مع هدف جيش الاحتلال، تفريغ السكان بغض النظر إلى جنوب القطاع أو إلى مدينة غزة، ثم العمل بأريحية على نسف المنازل ومطاردة المقاومين الموجودين في تلك المناطق. لماذا لم يغادر الفلسطينيون جباليا؟ هذا السؤال نجد إجابته عند الذين لا زالوا متواجدين هناك. قالوا نزحنا مرة واثنتين وثلاثة وأربع، فلم يكن المناطق التي نزحنا إليها أكثر أمنا، بدليل أن كل هذه الإسعافات التي نستمع إليها الآن هي ناتجة عن استهدافات في مدينة غزة التي من المفترض أنها أكثر أمنا، وإن ذهب إليها الناس من جباليا سيأمنون. وكذلك الحال بالنسبة لجنوب القطاع، حيث طيب لا زالت آلة الحرب الإسرائيلية تقصف هناك بشكل ضار. الأعداد التي نتحدث عنها المحاصرة الآن في جباليا تقريبا، لا توجد أعداد رسمية دقيقة حتى أكون منصف في هذه القضية رولا، ولكن لدينا وفق الأعداد الرسمية المعلنة في قبل هذه العملية العسكرية في كل من غزة كمدينة وشمال غزة كمحافظة قرابة 700 إلى 750 ألف مواطن. طبعا الأرقام الإسرائيلية لا تزيد عن 200 إلى 250 ألف مواطن، وهذه القضية تحديدا هي محل خلاف. جيش الاحتلال يحاول تصدير أن عدد المتبقين في مدينة غزة والشمال أقل من ربع مليون، بينما الإحصاءات الرسمية إن كانت من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أو مركز الإحصاء الفلسطيني الذي يتبع للسلطة في رام الله أو حتى الأونروا يتحدثون عن أعداد متقاربة من 600 ألف إلى 750 ألف فلسطيني مع تفاوت بسيط. من يتواجدون في شمال غزة تقريبا من 45 إلى 50% من هذه الإحصائية، والخمسين أو 55% يتواجدون في مدينة غزة بأحيائها المختلفة من الدرج إلى التفاح إلى الزيتون إلى الشجاعية إلى الشاطئ وحي النصر والشيخ رضوان وحتى الصفطاوي. من يتمركزون في جباليا وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا في شمال قطاع غزة حتى هذا التوقيت، إضافة إلى بيت لاهيا وبيت حانون، يمكن تقدير أعدادهم بناء على ما قلته قبل قليل ب 300 أو 250 ألف فلسطيني. نزح جزء منهم لكن الجزء الأكبر لا زالوا يتواجدون. هناك صور شحيحة تخرج من شارع الهوجة من منطقة المركز من مشروع بيت لاهيا يظهر فيها أعداد كبيرة من الفلسطينيين يتواجدون في الشوارع. إضافة إلى ذلك أن مراكز الإيواء وهي الثقل السكاني الأكبر له، لدينا كل مركز إيواء فيه ما لا يقل عن 3,000 إلى 4,000 نازح فلسطيني. مدارس الفوقة هي 6 أو 7 مدارس، مدارس الفالوجة هي 3 مدارس، لدينا مركز اليمن السعيد مركز الإيواء، ولدينا في مشروع بيت لاهيا 5 أو 6 مراكز، وفي محيط المستشفى الأندونيسي لدينا مدارس مدرسة فلسطين ومدرسة الكويت حوالي 3 أو 4 مدارس، ولدينا أيضا في عمق مخيم جباليا 5 أو 6 مدارس. لو أردنا أن نأخذ بعملية حسابية بسيطة في مدارس الإيواء هذه لوحدها يتواجد قرابة 100,000 فلسطيني، هذا عدا عن الموجودين في بيوتهم وفي مناطق أخرى في بيت لاهيا في بيت حانون في مدينة زايد وفي مناطق واسعة من مخيم جباليا. شكرا لك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.